بونسوار. موضوع صورة وشمسية لهيدا الشهر هو صوركم اللي عم تاخدوها على الطرقات اللبنانية. أما صورتنا اللي وصلتنا اليوم فهي من عمر شيا لمنطقة تنورين. كيف رح يكفي طقس لبنان لبكرة الأربعاء؟ رح نعرف بعد ما نشوف شو أخبار الطقس ببعض العواصم العربية. رح بلش من الرباط اللي عم توصل الحرارة فيها لل 26 درجة، تونس 33، القاهرة 35 درجة، بوصل عبغداد 39، دمشق 31، 31 درجة كمان بالقدس، 32 بعمان. اللي عنده سفرة على الكويت الحرارة عم توصل فيها أقصاها ل 43، الدوحة 41، وبختم مع رياض 39 درجة. برجع على طقس لبنان بكرة الأربعاء، طقس بالإجمال غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. على الساحل عم توصل الحرارة أقصاها لل 31، أدناها لل 21 درجة. بالجبل عم تتراوح بين ال 16 وال 25، أما بالداخل عم توصل أقصاها لل 31 درجة. تفاصيل أكثر منروح على الخريطة اللبنانية، ورح بلش من المناطق الشمالية. عكار 30، 31 بطرابلس، 29 درجة بالكورة. بنتقل على الهرمل 30، القاع 29 درجة، 26 ببعلبك، 25 برياق. بوصل عجبال 32 درجة، 26 بفريا، 31 بجوني وبعبدة. بيروت كمان 31 مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة. زحلة 31، شتورة كمان 31، مشغرة 31، 30 درجة بعنجر، 30 بجزين، 29 درجة برشية وبنت جبال، 30 بمرجعيون. بوصل عباك الدين 30، وبختم مع المناطق الجنوبية صيدا سور وقانا 32 درجة. كيف رح يكفي طقس الأربعاء الخميس والجمعة؟ بكرة مثل ما قلنا الطقس غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط درجات الحرارة وضباب على المرتفعات. الحرارة عم توصل أقصاها ل 32، أدناها لل 24 درجة. الرطوبة 50%، أما سرعة الرياح 14 كيلومتر بالساعة. ليل الأربعاء الخميس احتمال لتساقط أمطار خفيفة على المرتفعات وبالمناطق الداخلية. الخميس عم توصل الحرارة أقصاها ل 29، الجمعة استقرار بالحرارة على 29 درجة. حرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين العشرة واثنين وعشرين درجة. لهون بتخلص النشرة الجوية، بعتولنا صوركن على انستغرام وعلى فيتشر تي في أبليكيشن. أنا بشوفكن بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت.